تأتي انتخابات وتمضي أخرى، ولا تزال جماعة العدل والإحسان مصرة على خيار المقاطعة. لماذا كل هذا العزوف من طرف الجماعة عن خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية؟ الانتخابات من الناحية المبدئية هي مسألة مشروعة ومسألة مقبولة. لا يمكن أن نتصور ديمقراطية دون انتخابات. فبالتالي حينما يتحدث الناس عن رفض الانتخابات أو كذا، فهم يرفضون الانتخابات بهذه الطريقة التي تنظم بها المغرب. عدم التصويت ديال المواطنين بأكثرية كيعزل الاستبداد وكيولي باين، وفاش كيولي باين كتولي المواجهة ديال واضحة، ما كيبقاش مخلط لنا مع الدم ومع اللحم. نفترض مرت الانتخابات، شارك من شارك، قاطع من قاطع، جاءت الصناريخ، في الأخير المؤسسات التي تفرج الانتخابات هي مؤسسات فارغة. سواء ذهبت هذه الحكومة، الحكومة الحالية، وجاءت أخرى مكانها أم بقيت، وسواء اشتغل فيها النزهاء وأهل المروءة أم انضم إليها من لا خلاق لهم ولا أخلاق، فإنه محكوم عليها منطقيا وعمليا بالفشل. الانتخابات كما هو متعارف عليه يعني في الدول الديمقراطية هي وظيفتها الأساس هي التداول على السلطة، هي تنظيم التداول على السلطة. يعني في المغرب لا يوجد هذا الأمر. يعني في المغرب الانتخابات لا تؤدي إلى التداول على السلطة، لا تؤدي إلى امتلاك القرار السياسي، يمكن نقولوا تؤدي إلى التداول على هامش من السلطة وامتلاك هامش من القرار السياسي، ولكن يبقى الجزء الكبير من السلطة والجزء الأهم من القرار السياسي يعني في يد جهات ربما لا علاقة لها بالانتخابات ولا علاقة لها بالمشروعية الانتخابية أصلاً. ينبغي أن يعلم المشاهد الكريم بأن الإشراف الكامل على كل مراحل انتخابات المغرب يبقى بيد واحدة وهو وزارة الداخلية، نسميها في المغرب أم الوزارات، هي التي تتحكم في كل شيء، تتحكم في التقطيع، تتحكم في الترشيح، تتحكم في تسجيل، تتحكم حتى في توجيه الأحزاب بكم سيرشحون، ما هي النسبة التي سيغطونها، حيث أن بعض الأحزاب فيما بعد صرحت بأن وزارة الداخلية فرضت عليها أن لا تتجاوز العتبة الفلانية أو العتبة الفلانية، فتتحكم أيضا في المآلات وفي الجدوى وفي إعلان النتائج. الفائدة ديال المقاطعة كان واحد الوقت قبل 2011 كيقولنا ما عداش الفائدة، لأن كل واحد شاد بلاصتو، اللي الفوق الفوق واللي التحت التحت، لا دركا وضاحت الأمور. الانتخابات المفروض خاصها تطلع لينا واحد الناس اللي خاصهم يحكموا، حنا كنعرفوا اللي كيحكم ماشي هما هذو اللي كيطلعوا. اما الا بقيتي كتصوت دائما وكتمشي تعطي الصوت، كيعتبروا راه كتسيني لهم شيك على بياض، هو اللي غادي يستمروا. هذه اسباب كلها تجعلنا لا نتحدث عن انتخابات كما هي الانتخابات، كما يجب ان تكون هذه الانتخابات، يكون فيها التنافس الشريف انطلاقا من مجموعة من الأحزاب تطرح برامج وتتنافس عن الحكم لكي تطبق برامجها. نحن بعيدون كل البعد، والتنافس لا يكون إلا على خدمة الحاكم وتطبيق برنامج الحاكم. أما أن تكون الحكومة أن تكون تحكم فعلا، فنحن بعيدون كل البعد. لذلك نرى أن هذه العملية عبثية ونربأ بأنفسنا المشاركة في العبث. إذا نحن في الحقيقة في هذه المدة كلها جربنا كل شيء، جربنا برلمان بغرفة غرفتين، جربنا انتخابات تقريبا شي 30 انتخابات ما بين انتخابات البلدية وهذا والاستفتاءات، وهذا أكثر من 30 استحقاق انتخابي. جربنا كاع الحكومات السياسية والحكومات التقنوقراطية، جربنا الحكومات اللي يديروها اليسار والحكومات اللي يديروها الإسلاميين والباناشي والتكنوقراط إلى غيره، جربنا كل شيء، هادشي كامل جربنا، كاع البرامج الانتخابية جربنا، كاع الأحجام جربنا، حتى الحاكم تبدل بالموت ماشي بشي حاجة أخرى. أشنو اللي بقى لينا ما جربناش؟ هو ما غيرش نظام الحكم. الذي يحقق التغيير الحقيقي ليس المشاركة من داخل المؤسسات المغشوشة، هو الضغط داخل المجتمع، هو تشكيل تيار مجتمعي قوي يساند حقوق الشعب وحقه في الكرامة والعدالة والحرية. وسيستمر تغول الفساد وتتواصل معاناة الناس إلا أن يقوموا لله ويتعاونوا جميعا ليؤسسوا لتحول سياسي حقيقي ومغرب جديد، مغرب الحرية والديمقراطية والعدل والكرامة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.